بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنها فرصة طيبة، اليوم جئنا إلى هذا المعرض تحت عنوان معكم لما عدوكم لمشاهدة هذه اللوحات الفنية المعبرة عن العطاء للأخوة المجاهدين المخضرمين من الشهادة والعطاء والفناء والتضحية والإيثار، الأخوة في المركز الثقافي لبدر كربلاء المقدسة. عندما ننظر إلى هذه اللوحات الفنية الجهادية نستشرف آفاق المستقبل ونستذكر عطاء الماضي. هنا الخضرمة في العطاء من عمق الثمانينات في مواجهة الحزب البعثي الكافر إلى معترك التسعينات إلى بعد سقوط الطاغية صدام، ولا زلنا في مواجهة داعش وما بعد داعش. نحن نرى هذه اللوحات الفنية، هذا العطاء العظيم، لا سيما عطاء الشهيد أبو طه الناصري، أبو انتظر محمداوي وآخرون الذين ضحوا قبل ذلك في الأهوار، ضحوا قبل ذلك في جبهات القتال، وقفوا في مقابل الذين هم كانوا منافقين ومجاهدين خلق ما يسمونهم من أعداء النظام الإسلامي وعملاء الغرب، وقفوا وقدموا التضحيات، واليوم مكللين بالنصر. هذه الزحوف المليونية صوب كربلاء تشاهد هذا المعرض وتستذكر بأنه خط الحسين وخط الشهادة، خط هؤلاء من بركات الحسين. نحن نزور الحسين عليه السلام عارفين بحقه، أي نعرف أن الشهادة هو مفتاح وطريق للخير والنجاح. هذه الإطلالة المباركة لبدر المباركة والمركز الثقافي في كربلاء في الواقع استهوت قلوب الشباب، النساء، الأخوات، وزاروا هذا المعرض، ونحن وفقنا أيضا نزور هذا المعرض ونستذكر. دعوة ملحة إلى ضرورة تكثير من هذه المعارض، لابد الشعب العراقي لا ينسى المجاهدين، لا ينسى المضحين، وهذه المعارض هي صورة ولو كانت مصغرة لمعرفة، لأنه لولا هذه الدماء لم نكن الآن نحن أعزاء كرماء نزور الحسين ونرجع سالمين غانمين بركة هذه الدماء الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم لا مع عدوكم، كلا للظلم، كلا للباطل، كلا للفساد. يتشرف المركز الثقافي الإسلامي منظمة بدر كربلاء المقدسة بتقديم خدماته الطبية والعلاجية للأخوة الزائرين الكرام. كذلك قام المركز الثقافي بإقامة معرض استذكار للشهداء، حيث أن كل ما يجري هو مبركة دماء الشهداء وما قدموه من دماء مباركة للحفاظ على أرض العراق الكريم من دنس الإرهاب ومن دنس كل الغاصبين والمعتدين على أرض الطاهرة. وسيبقى العراق كريما مباركا إن شاء الله ببركة الإمام الحسين وببركة دماء الشهداء المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. من منطلق لا مع عدوكم والشعار الذي أطلقه المراكز الثقافية في العراق، حاليا متواجدين في معرض للشهداء الذي يقيمه مركز الثقافي لمنظمة بدر في كربلاء، مسؤولية الشيخ الله يحفظه الشيخ علاء العامري. بصراحة كل ما نقدم للشهداء قليل بحق الشهداء، مبادرة جيدة من قبل الأخ الشيخ العامري لإقامة هذا المعرض. عودنا في السنوات السابقة إقامة مثل هكذا معارض، كما ذكرت دائما نذكر ثمرة الشهداء وبالأخص الشهيد القائد الحاج أبو منتظر رحمة الله، الشهيد القائد أبو طه، مؤسسين المراكز الثقافية في العراق، واستفاد أخواننا في المراكز الثقافية من ثقافة الشهداء، شهداء نفس شهداء قادة، قادوا عمليات عدة علمونا كيف التصدي في سبيل الله. واليوم نشاهد كوادر من تربية الحاج أبو منتظر، الحاج أبو طه في المراكز.